كتلتين والمصاعد تحت مجموع الكتل وفوق طرح الكتلتين الامتحان دي ماشي. والمسافة الرأسية واحد زائد ب افتح قوس واحد زائد البقرات القانون الضغط على البقرة جذر 2 جذر 90 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 يا عم ان شاء الله هيجي الامتحان حلو. بص انا معايا شويه مسائل هنا انا مشكلت ان انا مش عارف حلو ولا لا. يا عم اجيب المساحه تحت المنحنى القصه دي ماشي. انا مذاكر الجدول ايه انت مذاكر ديناميكس ان شاء الله ربنا يوسع ويزيدنا ونتقبل من الرياح والامور.